يلا حق الحصان. خلي حقي ولا حقك؟ حلو. شوف اسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. نرجع لكم فيديو جديد. شوفوا يا جماعة رسمت فقرية. معكم عبد الرحمن في قناة وات إسينشال ملكة. وياكم علي. إيه كده من أول جاء الفيلم. علي. يلا نجمع القمح. نجمع القمح. هذا قمح. صح. الكلب يصرخ. الكلب يصرخ. اصلا ما في اي من الكريات اوكي اخذ منك حليب يا البقره اوكي اجمع الجزر يلا بس الذكاء اوكي هناك بيوت صغيره حاليا ان شاء الله حص هذا البيت كذا لازم اول شيء علي اقول لك شنو عقب اقول لك شنو استكشاف الكهف عقب اقول لك شنو النذر لا النذر عقب الان عشان نواجه ال ايه لا بوابة النذر عندك صندوق لا غريبة القلمة غريبة ماذا؟ أنا نسيت هذا البيت السلام عليكم يا كيف؟ كيف أطيح في الأرض المسجوقة هذه؟ لا صح في أرض المسجوقة إيش؟ يما إيش هذا؟ عقل قطعة عندي طاحت لا طاحت صندوق يلا صندوق بطاطا I love potato علي انقذني يا علي ترى بقول لك شيء يلا ما تنسوي استكشاف اوه شفت البيت اصبر خليني ام شوف اوه هذا حق الحصان تخلي حقي ولا حقك انا ان شاء الله بس ما عرفنا شنو لا عبود واحد واحد اوكي اوكي بس اول شيء دقيقه وينك اي بيت عبود شوف شوف خليك مكانك اوكي خليك مكانك ها علي في امرلد ابي تعطيني واحد تعال اي انا علي وينك علي جيجا قبل ما تضربه اقول لك شنو جيجا والله شفت شيء سوّر شيء قبل ما تقتله بتلاقوا إياه أجيب لي حبه 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 قلت بيو أصبر أعطي لك حبه واحدة بسرعة والله بداية حلوة عندي وردة من يلا علي نجمع خشب نجمع باقي السراير الأسرة لا بإذن بيكون هنا أوكي حالي تواجد هذا بيكون بيتنا إن شاء الله ناخذ السراير لا لا اوكي اوكي يلا واحد نعم عليها اضغطها
لا لا اقول لك ليش، عشان يعني ابد تعال عندي عشان يعني النوم ابد تعال لا انا من سكت في الكاف ها خشب 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 والله نبي خشب نبي خشب ابد تعال شوفنا اوش بس انا شفت غابه شفت غابه شفت وايد شجار بروح اشوف شنو فيه لحظه لا تقول ايش وش الجلد هذا هذا والله اقول لك ليش عشان لما نبي نرجع نرتحل اذا نبي نحارب التنين نضيع القريه يعني المفروض نكسر السرير والموت القلعه بتكون حقتها لان احنا اغنياء ايه يعني تعال عندك قلعة المصنع اللي في بلستان يلا روح تعال عندك يجي علي يا كلب رحت البطيء حط سريرك انا بحطك الله الله يلا حط على سريرك انا مسبن عليه حطيت وغطي على سريري ولا سريرك سريري يلا باي سوي شي دقيقة 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 انا راح اسوي خشب اقول لك شنو اسوي فيه كرافتنج تيبل وعصا ان شاء الله اسوي لكم الشتاء بود يلا نام نام دقيقة بس هل يقدر اسوي الشغل ده ايرون ها لا لا اوكي يلا سوي 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 يمكن ضروري سوي سوي يلا بسم الله صباح الخير علي صباح الخير يا علي حنشوف تقدر تشوف القرية من فوق والله انا صح عبود جرب تطلع على البيت ايه عندي تحدي اتحدى انا بسوي حنطلع على الماي اوكي عبود عبود يا كلب بتجي لك شوف انا انا ما صدقني يلا يلا نروح الارض المسدوده عشان نستكشف الكهف لا تعال تعال بتجي انجا انجا بس نشوف الشيء الاندر لازم نروح اول لازم الشيء الاندر اقبل الكهف يلا بسرعة يا علي ليش سوالف لا لا تقول لي اللفت عبود جو ها كل جو الملجأ مدري ايش الملجأ لا هذا لا طلع مو ملجأ هذا شو اسمه الخشب جيجا جيجا عفوا شوف شوف كهف لا دقيقة جولد 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 والله والله اجا اجا لا اوكي اقدر اسوي كروسين تيبل يلا يا جماعه راح اسوي تجربه هل انا اقدر اكسرها من الكسر حجري ام لا بسم الله لا 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 واو واو لازم نجمع حديد 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 في جزء او جولدات اجولد جولدات جولدات الذهبات الذهب عبد يا تشوف اسمي شوف اسمك دور ايرون اهم شيء انه في وايد ذهب نقدر نستفيد منها صح؟ سمعت صوت والله سمعت صوت والله شيء
الكلب. تنكسر بسرعة من السيف. وبالكهف هذا فخم. يا رب. اوكي يا جماعة، كنا ما بنكسر الجلد طبعا، طلعت مكسرة بفاصلة. بنروح الارض مشقوق. انا بروح اطيح على المي. يا اخي يا اخي انا اسوي النايت.